الثقافة الملونة والمناظر الطبيعية المتنوعة في الصين تجعلها دولة تتصدر العديد من المواقع. الشعب الصيني ودود ومضياف للغاية، لكن العادات الاجتماعية في الصين ليست مثل الغرب. ينصح دائما باتباع القواعد المحلية والعادات الاجتماعية حتى لا يتعرض أي شخص إلى الإهانة للحصول على رحلة آمنة لا تنسى في الصين. في هذا الفيديو من قناتكم عشوائية ثقافية سنخبركم بخمس أشياء لا يجب عليك القيام بها أثناء تواجدك في الصين. لا تشرب ماء الصنبور في الصين. مياه الصنبور غير صالحة للشرب في الصين، تحتاج إلى غليها قبل الشرب. ستوفر معظم الفنادق زجاجة ماء مجانية لكل نزيل يوميا. يمكنك استخدام الغلاية الموجودة في الغرفة لغلي الماء، ومياه الصنبور تصلح فقط لغسل أسنانك. لا تثق في شخص غريب يأخذك إلى مقهى أو ما شابه. هذه عملية احتيال نموذجية في إحدى المقاهي. سيقترب منك طالب جامعي أو اثنان ويسألك عما إذا كان بإمكانك كانه ممارسة اللغة الأجنبية معك. بمجرد موافقتك على مساعدتهم في لغتهم الإنجليزية سيقترحون تناول كوب من الشاي معك. سيأخذونك إلى مقهى من اختيارهم ويطلبون الشاي دون أن يظهروا لك قائمة الطعام أو الأسعار، ثم يخرج فاتورة وهي مكلفة للغاية. إذا وقعت ضحية لعملية احتيال في إحدى المقاهي فيرجى إبلاغ الشرطة بذلك فورا. لا تنتقد أي شخص أمام الآخرين في الصين. في الثقافة الصينية الوجه مهم جدا، إنه يمثل سمعة الشخص والمشاعر. إنه متجذر بعمق في المجتمع والعقلية الصينية. ستجعل الصيني يفقد ماء وجهه إذا انتقدته أمام الآخرين. إن تشكيك في فكرة أو رأي شخص ما في مكان عام قد يؤدي أيضا إلى فقدان ذلك الشخص ماء الوجه. بشكل عام لا تهين أو تحرج صينيا علنا، يمكنك الإشارة إلى خطأه أو خطأها على انفراد. لا تزور منزل شخص صيني بدون هدية. يتم تبادل الهدايا بشكل متكرر بين الصينيين، وليس فقط في المناسبات الخاصة. إذا تمت دعوتك لتناول العشاء في منزل صديق صيني، فمن التهذيب إحضار هدية، يمكن أن تكون سلة فواكه أو زجاجة نبيذ. عادة لن يفتح الصينيون هديتك على الفور كما يفعل غربيون، سوف يضعونها جانبا ويفتحونها بعد أن تغادر. هذا لا يعني أنهم لا يحبون هدية، إنما ثقافتهم فقط. لا تترك عيدان الطعام بشكل عمودي في طعامك. عيدان الأكل هي أواني الأكل الأكثر شعبية واستخداما في الصين. هناك من المحرمات عندما تتعلم استخدام عيدان تناول الطعام. لا تترك عيدان تناول الطعام بشكل عمودي في وعاء الأرز. إذا قمت بلصق عيدان الطعام بشكل عمودي في وعائك فإنها تمثل مبخرة بعصي بخور. هذه هي الطريقة التي يقدم بها الصينيون قرابين لمن ماتوا. يمكنك وضعها جانبا عند الانتهاء من وجبتك. إلى هنا تنتهي الحلقة القصيرة من قناتكم عشوائية الثقافية. نلتقي في حلقات قادمة. مع السلامة.